أنا مريم مدربة كاراتيه، ألعب كاراتيه من 15 سنة وأنا إن شاء الله جاهزة للمنافسة. السلام عليكم، معاكم سالم طاهر، وطبعا أنا وايد أحب أتمشى مع ربعي، 24 ساعة طالع معاهم أتمشى، فإن شاء الله أنا جاهز للتحدي. اسمي احمد حسن الجاور، انا طالب في السياسه العامه في جامعه قطر. طبعا مشاركتي في هذا البرنامج راح تكون مثابه لي ان هي مغامره وتجربه جدا فريده من نوعها. Adventure time. انا اسمي عائشه، my first passion in life is fashion and design. I'm always ready for adventures and I'm excited. اسمي منال، I do a lot of media stuff like singing. I do a lot of singing. I love to do new challenges. يعني تعلمت ان شاء الله خير. انا نوت اسمي اسمي حسن صقر حسن، ودرست تربية بدنية، وفي حيوية ونشاط، وأنا إن شاء الله جاهز للتحدي. شوت حبيبي شوت طالع. عشان روح المغامرة اللي تتمتعون فيها، احنا اخترناكم عشان تكونون ضمن فريق يبي له تحدي. انتم بتحصلون التحديات اللي راح تخوضونها مباشرة على هالجهاز. انا بتصل عليكم مرة ثانية بعدين، ولحد ما اتصل عليكم لا تفوتون لحظة، امشوا على كتارة وقابلوا بقية اعضاء الفريق. بالتوفيق. حيا الله شباب، الله يحييك. Meeting new people. Exactly. هلا بالمتنافسين، أتمنى تكونون مستانسين بهالرفجة، لأن بتقضون وقت طويل ويا بعض هالتحدي. والتحدي الأول قدامكم هو لا تفوت لحظة يبيلها تحدي برعاية فودافون 4G.